المشاكل كابتن اللي حصلت. تامر امين الاهلاوي يعني هارد لك للاهلي، الحمد لله على كل شيء. طلائع الجيش كابتن عبد الحميد بسيوني قدر فعلا يحط سيناريو وينجح فيه، مظبوط، وبقياده محمد بسام حارس المرمى اللي تالق. بيتسو موسيماني بقى، يعني هو انا مش هتكلم، انت مش حابب نتكلم في حته حتى تحليل للملعب نفسه، لكن انا في حاجه لافته نظري في الموضوع كله. هو يعني الف ب تحليل كوره، طول ما الفرقه المنافسه عامله تكتلات دفاعيه جوه ال 18 انا بشوط من بره ال 18، ما شفناش ده. انا مش هذبح موسيماني ومش هذبح اللعيبه ومش هعمل ده، بس هي الفكره انه الف ب تحليل بيعملوا ده، الف ب انه في قصه لسه حاصله في نهايه اليورو في النهائي بين ايطاليا وانجلترا، وكان جاري ساوث جيت هو المدير الفني لانجلترا. الصحافه كانت طايره من الفرحه والانجليز كلهم، لان اول مره يوصلوا لنهائي كاس امم اوروبا، يجي ينزل بعد يعني شوطين اضافيين ركلات الترجيح، يجي ينزل لعيبه من على الدكه. فالناس كلها في الوقت ده الصحافه كلها قالت يا جماعه ما ينفعش، اللعيبه دول كانوا قاعدين على الدكه مش واخدين احساس الملعب، مش داخلين في جو المباراه، وفعلا طبعا نهائي مش قليل كاس امم اوروبا. صح. في نفس الاسبوع اللي لعب فيه الاهلي وطلائع الجيش، قبلها بيومين يوم الاحد ماتش مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الجوله الخامسه، ومعاه ويست هام يونايتد، يجي ديفيد مويس اللي هو المدير الفني لويست هام يونايتد يكرر نفس الغلطه وينزل لاعب من على الدكه اللي هو مارك نوبل علشان يشوط ضربه الجزاء على مانشستر يونايتد ويضيعه، وهو من اهم اللعيبه في ويست هام يونايتد. رجعوا عليه تاني وقالوا له يا ابني النهائي لسه خالص من شهرين. ايه بقى موسيماني يخلي بدري بنون قاعد على الدكه طول المباراه ويجي ينزله عشان يشوط ضربه الجزاء على محمد بسام؟ محمد بسام بصراحه انا شايفه خلاص يا استاذه، والله خلاص، اكتر ضربه جزاء تالق فيها. خلاص والله، ما هو انا حاسه انه يعني ما ينفعش، انا مشاهده وواخده بالي من الكلام ده. لا ينفع. ليه؟ بصي، ما ينفعش تمسكي مدرب وتلوميه على غلطه هو بيعتمد فيها على ثقته في لعبته. تمام معايا؟ كلنا اول ما بدري بنون نزل كلنا قلنا هتتصد. لا انا قلت هتتصد. لا انت يمكن قلتي كده، بس كلنا قلنا ان بدري بنون متخصص في ضربات الجزاء، طبيعي. وعلى فكره هو على فكره متخصص في ضربات الجزاء، وحتى لو متخصص روح المباراه مش موجوده. بس انت مش سالتي. تمام. على فكره هو سيبك من موسيماني، احنا هنا دلوقتي جمهور الاهلي دابح موسيماني، هو ديفيد مويس ده بقال؟ لا، مدير فني ويست هام يونايتد الشواكيش. ايوه يعني بقال ولا مدير فني؟ لا مدير فني جامد طبعا، مش صح؟ طبعا. وساوث جيت بتاع انجلترا مدير فني لمنتخب انجلترا، سباك صحي ولا مدير فني ومحترف وجامد؟ صح طبعا، وارتكبوا نفس الاخطاء. صح. يبقى اذا موسيماني ما مش مجنون عشان يعملها، في ناس اكبر منه واشهر منه وماسكين انديه اكبر منه عملوها. ده بيبقى ثقه من المدير الفني في لعيبه، ما اقدرش الومه عليها. يعني انا لو انا قاعد وعندي احسن واحد بيلعب بينالتيز على الدكه وانا مقبل على ضربات الجزاء وانا مغمض هنزله، يعني انا لو مكان موسيماني هعملها. هو مش في حاجه اسمها ضغط المباراه؟ لا، ضغط دي لعيبه محترفه. دي لعيبه محترفه، وما تنسيش ان قدامي حارس مرمى لازم اقول له برافو عليك كمان، انت كمان هو بذل مجهود وقرا طريقه بانون ويصدها. الحقيقه. لكن في النهايه لو انا مكان موسيماني انا بقول لك كنت هعملها، بس كنت هفرق، بس ان انا كنت هنزله قبليها بشويه، يعني مش هنزله في الدقيقه 118، كنت هنزله مثلا في الدقيقه 110 ياخد له 10 دقائق ربع ساعه تسخين بانون، لكن هنزله. لو تفتكري حضرتك كانوا بيعملوها مدربين، بس يمكن كنت صغيره شويه، كان في ماتش الزمالك في نهائي افريقيا، وانا الزملكاوي فكرني، كان ماتش نهائي بطوله ابطال دوري في افريقيا. تمام. وحسين السيد حارس مرمى الزمالك هو بيلعب 90 دقيقه. تمام. في الدقيقه 95 وقبل ما الحكم يصفر قاموا شايلين حسين السيد ومنزلين نادر السيد. تمام. ليه؟ لان نادر السيد متخصص في صدات في صد ضربات الجزاء، ما حدش قال ساعتها ده قاعد على الدكه وما خدش جو المباراه ومش عارف ايه، ونزل وكان سبب في فوز الزمالك ببطوله افريقيا انه صد ضربتين جزاء يوميها. موقف حارس المرمى يختلف. هو 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 هو، ما هو ده واحد لازم يخش ويبقى منسجم وخد سخونه الماتش وقرا اللعيبه وشافهم، نفس الفكره. بدري بنون لو كرة كانت دخلت جون كنا قلنا موسيماني عبقري وبتاع، لو كانت سنتي بس فوق ايدين. طب بس خلاص، ده بالنسبه لحضرتك. انا بقول لك بس انه الجمهور، انا نفسي الجمهور ما يمسكش في التفاصيل الصغيره، لانه لا دي مش تفاصيل صغيره. لا والله تفاصيل صغيره. طب انا بقول لك اهو التفصيله المهمه اللي المفروض تساليني فيها. ايه هي؟ ايه اللي خسر الاهلي؟ اللي خسر الاهلي مش بدري بنون نزل. انا مش بقول بس بدري بنون، لسه كنت هكمل. انا بقول لك بقى دي تفصيله. اللي خسر الاهلي انه موسيماني ما قراش الماتش صح. ده واضح جدا.
والوصول لضربات الجزاء في حد ذاته من وجهة نظري فشل لموسيماني. يعني قصة ان احنا مين اللي يشوط وينزل بدري بنون ومحمد شريف شاط ازاي ولا قفشة، دي قصة ممكن قرارات فنية صغيرة جوه الملعب ممكن نتفق ونختلف عليه زي ما حصل دلوقتي. انت شايفة انه كان صح، وانا بقول لك ان انا لو مكانه كنت هنزل بدري بنون، ولو عندي علي معلول على الدكه كنت نزلته، لانه ناس متخصصه. طب واحنا نسقف هنا الكابتن عبد الحميد انه قدر يسحب موسيماني وراه لحد الاشواط الاضافيه طبعا السيناريو، بس انا بقول لك بقى ان الخطيئه الكبرى لموسيماني والجهاز الفني انه ما قدرش يقرا الماتش صح. ليه بقى كمان؟ لانه كان عنده كتابين مراجعه نهائيه ما قراهمش. اللي هم لقاء طلائع الجيش في الكاس، ايوه، اللي برضه نجح عبد الحميد بسوني انه يجرجر الاهلي البنالتيات، بس وقتها الاهلي كسب بالبنالتيات. وماتش الدوري اللي ضيع من الاهلي الدوري، طلائع التعادل اللي حصل ما بين طلائع الجيش والاهلي، وبرضه عبد الحميد بسوني عمل نفس التكتيك اللي عمله في الكاس وعمله في الدوري في الدور الثاني من كام اسبوع. فانت عندك يا موسيماني كتابين مراجعه هم كنت فتحتهم وقريتهم وذاكرتهم وبنيت تكتيك عليهم. مش عايز الجمهور يهاجمه؟ طيب انا مش بقول لك يهاجمه عشان كده، لكن الناس للاسف ماسك ازاي يخلي بدري بنون يشوط، ازاي قفشه وهو مضيع المره اللي فاتت. يا جماعه انتوا ماسكين في المكسرات وسايبين المصيبه.